باسم الخالق العظيم، بيان إلى الرأي العام العالمي باسم الأمير حاسم تحسين بك أمير اليزيدية في العالم والمجلس الروحاني اليزيدي ورؤساء عشائر اليزيدية كافة، في الوقت الذي نؤكد ونذكر بتعاليم الديانة اليزيدية على تحريم القتل والتأكيد على روح التسامح والتعايش السلمي مع كافة الأديان والقوميات، ندين جميع جرائم القتل التي تحصل في المناطق اليزيدية كافة، نؤكد على أن تأخذ العدالة مجراها وفرض سلطة القانون على الجميع، محذرين من عدم فسح المجال لأي جهة للقيام بإثارة النعرات الطائفية والعشائرية في المنطقة لتجنيب المنطقة من نشوب صراعات هدفها زعزعة أمن واستقرار والسلام في المنطقة وتفسد التعايش السلمي. وفي الختام نؤكد على مبدأ فرض السلطة والقانون وإحقاق العدالة في المجتمع والعمل لغرض تحقيق جينوسايد اليزيديين وإعادة النازحين ومناشدة جميع الأطراف المعنية لغرض إعمار مناطق اليزيدية وتحرير جميع المختطفين والمختطفات، وشكرا. سپاس از گلاب خیرات نه همو کانالات کم و همو برایت خو ات رئیس عشیره شنگالی همو ایرو روش حاضر بوینا گلاک شنگال وی ریا دور وی ریا نخوش افریا داینا برخو و حاضر بوین گلاب خیرات نواند کهی ایرو روش امل سر قبر میرینا وکی استینکار که دیسا مکر اجبر برایت خو شمر كوبيب حسين أم براين القليك وتأكيدا في شولي بلي حقي جيراني السريك هيا وأم تجارة قبولنا كان كسانكي قضايا وتشتيت خلافي قانوني اتفردي بكت محموة بي نخوشة وتعاليم الدين ما ازديا أشتي خوازن سلامة واسبخيراتنا وهموها تخاطكا وسرسلا وسرشافا دوبارا قلق ممنون.